قرأت رقم اليوم. رقمنا اليوم هو 2,100,000، وهو رقم يمثل عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في سوريا بحسب إحصائية جديدة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة. المنظمة حذرت من تفاوت واضح بين الحاجة المتزايدة لافتتاح مدارس جديدة أو إعادة فتح أخرى كانت قائمة قبل حرب السنوات السبع الأخيرة. وأكدت أن السلطات المحلية في محافظة الرقة على سبيل المثال قامت بفتح 44 مدرسة استقبلت 45,000 طالب خلال سنتين، غير أن هذا العدد لم يستطع استيعاب الأعداد الكبيرة من الأطفال البالغين سن التمدرس. وقالت إن الواقع في الرقة ينطبق على باقي المحافظات والمناطق السورية.